السلام عليكم. دلوقتي هنشوف تأثير موجود أمطار في الشجرة بتاعتنا. فهاجي هنا على الموفي وأقول له إن أنا عايز أخد ريكورد وأبدأ أسجل مثلا لقطة، وممكن اللقطة التانية تلف شوية أو تثبت الكاميرا زي ما أنت عايز، يعني ممكن تاخد الفيديو صورتين ورا بعض فكده الكاميرا كأنها ثابتة في مكانها متتحركش، أو ممكن تحرك مثلا شوية كده وتبدأ تقول له خد اللقطة، تمام؟ بس. وتقدر هنا دي عدد الثواني، ممكن تسرحها تخليها مثلا 4 ثواني. اوكي، هاجي هنا عايز ابدا اضيف مؤثر، دي الخاصه بالامطار. لو انت ما عندكش دول علم على شؤون، تمام؟ طيب ده خاص بالضباب، حجم الضباب اللي موجود زي ما انت شايف اهوت بدا يجي من بعيد لحد ما يجي عندنا ويملى الشاشه كلها اهوت. ممكن تقول له بقى الجزء اللي ورا برضه تقدر تتحكم فيه، قول اوف بريتنس تبدا تخليه ابيض شويه او غامق شويه، تقدر تتحكم في اللون بتاع الضباب بالشكل دوت، وبريتنس للصوره كلها برضه تقدر تتحكم فيها. طيب ممكن تقول له انا عايز الرياح، فيبدا لو في مثلا اشجار او كده تبدا تحس بحركه الاشجار الموجوده. ممكن بقى نخش بقى على الامطار، تمام اهوت. خليني الغي الفوق والويند ونخلينا في الامطار، تمام. ممكن تقول له انا عايزها مطر او عايزها جليد، فيبدا يجيبها لك جليد بالشكل دوت. طيب احنا خليناها مطر، لاحظ ان المطر موجود تحت اهوت، تمام. ولو انت شغلت هتلاقي المطر بيتحرك وبينزل هنا، كل ما بتقلل بيقلل وجود الامطار اللي موجوده هنا في النص، بتبقى كتيره هتيجي هنا تلاقيه بدا يقلل وجود الامطار. طيب هنا بنقول له الكوانتيتي الكميه بتاعت الامطار، فبص ممكن تخليها كتيره جدا ممكن تخليها قليل خالص، والحجم القطرات نفسها تبقى كبيره او صغيره وهكذا. عند البلانت او التري تبدا تقل وهكذا. طيب ممكن نعمل حاجه بقى، ان احنا نجيب اول مشهد خالص ونقول له انا عايز الكوانتيتي تبقى قليله خالص اهي، او عند السايز بتاعتها اجي هنا وادوس على كرييت باي كي فريم بالشكل دوت، وبعد كده في النص هنا هبدا اقول له السايز وروح مخليها بالشكل دوت، وهاجي في الاخر خالص واقول له خليها كبيره قوي، فتبدا اللقطه تبقى حاجات بسيطه خالص، تبدا تبقى اكبر وهكذا كان المطر بدا يشتد. طيب ممكن تاخد الاعدادات دي تقول له كوبي سيتنج، وتروح هنا مثلا على اي واحده من دول وتقول له انا عايز اضيف تاثير خاص بالمطر، تمام. وتيجي هنا تقول له بيست سيتنج، فيحط لك الاعدادات تحتك وهتبدا تلاقي المطر بيزيد زي ما انت شايف.